مشاهدينا اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامج لقاء الاجيال. بنستضيف فيه في كل حلقه ابناء مهنه واحده، بنتعرف من خلال حديثنا معاهم العلاقه بينهم شكلها ايه، علاقه تواصل ومساعده ولا علاقه تنافس ممكن يصل الى حد الاحتدام او الصراع احيانا في ابناء المهنه الواحده والتخصص الواحد. معانا النهارده ابناء مهنه التدريس، معانا مدرس والطالب، معانا الاستاذ اسلام مجدي عبد الرازق مدرس لغه عربيه ودراسات اسلاميه، اهلا بحضرتك. ومعانا الطالب عمر احمد محفوظ طالع اولى ثانوي، مش كده عمر؟ اهلا بيكم. اهلا وسهلا. وزمان نقول على ايامنا وقبلنا والاجيال بتاعتنا كان المدرس ده قدوه فعلا طبعا، وليه احترامه، وكان هو يستحق الاحترام لانه هو كان بيبقى بيدي كل المعلومات والعلم بتاعه على قد ما يقدر، وكان بيبقى حريص على ان يبقى في نوع من انواع العلاقه الانسانيه بينه وبين الطلبه. طبعا في بعض المدرسين دلوقتي كده، نقول نبدا بالجيل الاصغر دايما ببدا بيه. استاذ اسلام كده؟ ايوه، احنا بنتعامل انا كأصدقاء مع بعض، ومفيش جو العنف والضرب والحاجات ديت، بس برضه لازم الواحد يبقى الطالب بيبقى هو عايز الهدف بتاعه، بيبقى هو الواحد هو اللي بيبقى عايز كده، مش معنى كده ان المدرس يقعد يحاول معاه، بيحاول معاه مره واثنين وثلاثه، بس مش معنى كده يبقى العيب منه هو. ايوه، يعني انت شايف ان الطالب عليه عامل كبير برضه في العمليه، مش كل واحد المدرس بيبقى بس عليه واجبات، حقوقه وواجبات، والاحترام يبقى متبادل. طبعا طبعا، يعني انتوا برضه في سنكم ده بتطلبوا الاحترام والتعامل المعتدل من المدرس. اصدقاء بس بيبقى في حدود برضه كمدرس وطالب. طيب انت هنا بقى المهمه اللي عليك اصعب. طبعا، لان انت ازاي تبقى في علاقه انسانيه ونوع من انواع الصداقه وفي نفس الوقت في حزم واحترام عشان تعرف تسيطر على السن ده، مرحله اعدادي وثانوي. طبعا طبعا، طبعا دي من اهم المراحل يعني بصفه عامه. حته الاحترام دي طبعا بتيجي من خلال التبادل اللي بيني وبينه دايما على طول، يعني هو مثلا يسالني سؤال انا اجاوب له عليه، برضه عايز يستفسر عن حاجه، لازم يبقى في منه وبينه احترام، لان الاحترام هو اللي هيولد المحبه اللي بيني وبينه. فطبعا عمر وبكل اصدقائه بصفه عامه لازم نراعي فيهم برضو حته الفروق الفرديه، ان هم طبعا كل واحد بيختلف في طبعه عن التاني، فانا طبعا واجبي ان انا طبعا ان انا اعرف ده طبعه ايه وده طبعه ايه، واكتسب منهم واعرف طريقه كل واحد ايه اللي انا اقدر اتعامل معاه بيه. ده انت كده لازم تكون بقى بتفهم في النفسيه طبعاً، وعلم النفس ودارس نفسيه كل حد. درسناها في كليه التربيه طبعا. لازم درسنا ساعتها في كليه التربيه موضوع ازاي اعرف طبع الطالب، ايه الجانب اللي اقدر اخش له منه واعرف ازاي هو هيحبني وانا اقدر اتغلب على الموضوع او المشكله اللي عنده. فلكن هو الوقت الحالي بقت خلاص هي حته الصداقه اللي بين الطالب وبين المعلم بقى طبعا مع الاحترام والتقدير دي بقت اساس كل شيء دلوقتي. يعني حقيقي واقعي الكلام ده جداً من معظم المدرسين، بقى في الوقت بتاع اقامه علاقات انسانيه وصداقه واني اسمع اللي قدامي طبعاً واتقرب له. طبعا بقت موجوده جدا، وبالذات في الجيل الموجود دلوقتي، يعني احنا جيل اعدادي بالذات عشان دي المرحله اللي تعتبر الاساس، بقى كل المعلمين دلوقتي بيستخدموا الطريقه دي عشان الطالب يقدر يحترمه، وبرضه المعلم يديله حقوق وواجباته ويبقى عارف كل حاجه في الامور. احنا كنا بنقول دايما في حلقاتنا ان احنا معانا جيلين، جيل الخبره من الاساتذه ويعني جيل اللي بينقل لنا المعلومات والخبره، وجيل الشباب. بس انتوا هنا انتوا الاثنين شباب شباب طبعا، وانت لفت نظري ان في جيل شباب مدرسين دلوقتي بينتهج اسلوب مختلف تماما في التعامل مع طبعا ما هو ده المطلوب، يعني في وقتنا الحالي هو ده المطلوب، ان لازم اطلع اساليب جديده اعرف الطالب يكتسب منها خبره، ياخد بقى منها حاجات يتعلم منها يستفيد منها، اعرف اساعده في ايه. فدي الطرق الحاليه دلوقتي الناجحه مع الطلاب يعني. طيب عمر بقى انت هننتقل لزاويه ثانيه بقى ونقول الى اي مدى، انا مش عايزك تتكلم على استاذ اسلام، انا عايز اتكلم على التعليم عموما ومن خلال دراستك عموما ملاحظاتك، ان انت بتستفيد فعلا من الحصص ولا بتحضر الحصص كده وكل تركيزك بيبقى برضو كالعادة على دروس الخصوصية؟ على شخصيتي أنا، على حسب بقى كل أنواع الطالب. في طلاب بيبقوا جايين مدرسة تسلية، وفي ناس تانية بتبقى جاية عشان تركز مع المدرس، وأغلب برضو المدرسين هو تقريبا كلهم بيفهموا صح وبيعملوا عليهم وبيراعوا ضميرهم في كده، فأغلبهم بيلاقي الطلاب ما بيبقاش فيه اهتمام من الطالب، بس هم بيدرسوا عشان يريحوا ضميرهم تجاه الطلاب وكأنهم عملوا عليهم. بس في مدرس تاني نص الحصه وباقي لا،
ده هو حل التحليل يعني مفصل جدا. طب حقيقي الكلام ده ان انت بتدخل بتلاقي ان ممكن كتير من الطلبه مش مركز معاك؟ هو لان هو كل اعتماده عارف ان اللي هيتشرح جوه الفصل هيتشرح بره وبالعكس بالتفصيل، فبيبقى جاي المدرسه نوعيه بتبقى قليله الصراحه، يعني اكتريتهم بيبقوا مركزين ومنتبهين معانا، لان اكتريه الطالب يقول لي طب انا استفيد من الفصل واستفيد من الدرس، لكن في نوعيه معينه تقول خلاص انا جاي من المدرسه بس كده، بس تبقى قليله يعني. المفروض حتى اخد 50% فهم في الفصل واخد باقي ال 50% الثانيه في الدرس. يعني طبعا حلوه العقليه دي يعني، ممكن في الدرس التفكير اخد جزء بس والجزء الثاني ما فهموش، لكن ممكن ولازم ألاحظ الدرس في يعني انتوا بتتكلموا عنه على انه امر مفروغ منه. يقول لك 50% على الاقل من الحصص والباقي درس، لازم الدرس يا عمر؟ لا هو الكلام ده على الناس اللي بتاخد دروس. في ناس ثانيه ما بتاخدش او بتبقى في جزئيه مش فاهمها فبياخد فيها درس عشان يفهم. طب واستاذ اسلام بقى انت بصراحه كده بتدي دروس، ده انت مدرس لغه عربيه اعدادي وثانوي ودراسات اسلاميه، يعني طبعاً انت الدروس الخصوصيه دي طبعا يعني اساس، يعتبر يعني مصدر واحد لدخلنا طبعا، فمفيش غنى عنها يعني. لكن طبعا مع النظام حلو الجديد الصراحه، انا بحترم فيك الصراحه. لا تمام. وبعدين مع النظام الجديد واهتمام الوزاره بالمعلم هيغني جدا عن الدروس الخصوصيه فيما بعد، يعني نتمنى كده ان شاء الله باذن الله، لان هو يعني كان بالنسبه للمعلم شغله الاساسي. ايوه فما يقدرش يستغنى عنه. طب انا هرجع بقى للنظام اللي انت ذكرته اللي هو تمام الجديد، ويعني كل شويه بنلاقي تمام نظام اتغير مش فاهمين تفاصيله قوي، تمام، خصوصا لو ما عندناش ولاد في المرحله الثانويه. تمام. بس عايز اتكلم معاكم على حاجه مهمه الاول، وهو ان احنا زي ما بنتكلم على التعليم وعلاقه المدرس بالطالب، حاجه مهمه قوي نتكلم فيها الناحيه الاهتمام بالمواهب النواحي الفنية. طبعا. احنا داخلين على عصر احنا لازم كل واحد فينا في ولادنا يدور هو متميز في ايه. تمام. بتراعوا ده في العملية التعليمية؟ طبعا في نخلي القدرات، قدرات كل طالب، يعني في قدرات بتبقى عنده موهبة فنية في الرسم، في موهبة في الموسيقى، في موهبة في الرياضة، فكل طالب من دي عنده طبعا. احنا بنخصص يعني جزء كبير في المدرسه للمرحله للتربيه الرياضيه، تربيه فنيه، تربيه موسيقيه، فدي طبعا بتخلي للطالب عنده قدرات بعد كده انه يخش الكليات اللي هو عايزها. فطبعا في اهتمام برضه بيها يعني لحد ما كبير عندنا في المدرسه. عمر يعني بتلاقي من المدرس اهتمام انت متميز في ايه، انت شاطر في ايه، انت ناحية الادبيه اكتر ولا ناحية العلميه، انت رياضه ولا فن، انت فاهم اصلا نفسك متميزه في ايه؟ هي المشكله بالنسبه لي انا ان انا كل مجال بخش فيه بلاقي نفسي بحاول اوصل فيه للقمه بتاعتها، يعني كل مدرس يقول لي خساره مثلا لما تجيب الدرجه ديت وانت شاطر معايا في الفصل او في الدرس، خساره كده فيديني مثلا جزء او يساعدني في المكان اللي انا واقع فيه في الدروس، وبتبقى على حسب كل طالب قدرات كل طالب. بس انا مشكلتي ان انا كل مجال اخش فيه لازم اوصل فيه للقمه بتاعته. حتى لو يعني أنا انت مشكلتك فيه عكس مشاكل معظم الناس ان انت كل ما انت بتلاقي نفسك في كل مجال او انك موهوب في كل مجال. هو عمر مش ما هي دي مشكلتي لحد دلوقتي، مش متميز يعني هخش كليتي لحد دلوقتي مش محدد، ما اعرفش. تعرف ان دي مشكله كبيره جدا، وهنا لازم المدرس يساعد. احيانا الطلبه او التلاميذ بيبقى ما عندهمش الاب او الاب مش على درجه الوعي اللي طبعًا هي تقول لهم انت تروح انهي اتجاه، ابتداء من على فكره ادبي ولا علمي. ايوه من اول بيواجهوا بيبقوا مشتتين. تبقى مشكله طبعا. واختيار الكليه برضو مهم قوي، انا ادخل اي كليه. صح. فانتوا هنا بيبقى ليكوا دور؟ طبعا هو البيت طبعا والاسره ليها دور كبير، بتنتقل بعد كده المهمه دي للمعلم، لان هو ممكن يكون الطالب مش قادر يستوعب شويه من البيت هو عايز ايه، هو نفسه يبقى ايه، فبتنتقل المهمه دي طبعا للمعلم. فلازم طبعا بننصحه ونقول له انت شاطر في مثلا في كذا، انت شاطر في كذا، فخلاص بيبقى ماشي وعارف ان المعلم اداله معلومه والمعلم بيحبه وهو بيحب المعلم، فهيمشي ورا الهدف اللي قال له عليه. ايوه. فطبعا دي مهمه تبقى كبيره جدا طبعا على المعلم. وده بتقوموا بيه فعلا او بتحاولوا طبعا لازم، بالذات الجيل اللي هو لسه داخل ثانوي، لان هو مش عارف يعني لسه مرحله سنوي. مهمه جدا. طبعا. يعني هي دي اللي بتتكون فيها او اساس تكوين الشخصيه والمستقبل. طبعا طبعا. فنقول دور البيت والاسره ودور المدرسه مهم قوي. طيب نتكلم ممكن على نظام الثانويه العامه الجديد، مش عارفه انت كطالب واعي بيه ولا عارف تفاصيله ولا لا، بس انا هتكلم مع استاذ اسلام الاول. تمام. ايه الجديد بقى اللي هيقدمه
نظام التابلت ونظام التحصيل على مراحل. تمام. هو نظام التابلت يعني عن طريق بنك المعرفة، يعني نزل الطالب أسئلتها ومعرفة وكل المنهج كله عن طريق التابلت، يتصفح فيه ويجاوب عليه، يبقى يغني شوية عن طبعا الكتب الخارجية وعن موضوع الدروس، هيخليه طبعا التكنولوجيا الحديثة هيستوعب أكتر، مش هيبقى كل مجاله اقتصار على المادة العلمية، لا ده بالعكس، ده أنا هعرف أسئلة أكتر جديدة، هتوسع مجالات المعرفة عنده، كل الحاجات دي هيستفيد منها، ده نظام التابلت. بالنسبة لنظام الثانوية العامة، هو هيبقى رغم إن هو ضغط شوية على الطالب، لأنه يعني 3 سنين هيبقوا تراكمي عليه، لكن هو في نفس الوقت هيخلي عندهم جدية وعندهم إصرار ليوصلوا للهدف اللي هم عايزينه. لأن نظام السنة الواحدة ده كان بيبقى ضغط جدا طبعا على البيت وعلى الأسرة، يعني حرب أعصاب، حرب رهيبة أعصاب. وحتى اللي بيبقى مذاكر منهم تعب الأعصاب طبعاً. بتخليه مش بي يعني مش ده مستواه الحقيقي اللي بيظهر في ورقة الإجابة. لكن النظام الجديد صراحة جميل جدا، لأن هيخلي عنده فرصة، يعني حتى لو في السنة الأولى حس ان مستواه يعني لسه مهتز شويه، لا ممكن يعدل في السنه الثانيه، ممكن يعني في السنه الثالثه، يديله فرص، يديله فرص كتير متاحه ليه. هو نظام جميل جدا، ونتمنى الجديد باذن الله ان شاء الله دايما. انت كنت فاهم بقى المعلومات دي كلها ولا كنت بتسمعها معانا لاول مره؟ لا بصراحه اغلبها ها؟ اغلبها عارف اغلبها. وانت مبسوط بالنظام الجديد ولا؟ بصراحه في مره يعني لسه ما جربتوش، ما اعرفش ده هيبقى مفيد للطالب او لا، وما جربتش غيره عشان تقدر تقارن وتحكم يعني. ايوه. طيب انا عايزه بقى اسالك من خلال معاملتك، انت حضرت جيل عمر وحضرت، انت بقالك في التدريس من 2010 من 2010 تمام، فعصرت نقول يعني اجيال او اجيال تمام. ايه اللي بيفرق بقى او ايه اللي بيميز الجيل ده او ايه عيوب الجيل ده عن الاجيال اللي قبل كده؟ والله هو الجيل ده مشاكله ايه يعني؟ يعني هو مشاكله بس كلها بتنحصر في ان هم يعني كل مجالاتهم واهتمامهم بالانترنت والتكنولوجيا، ويعني بيبقوا مقتصرين شويه على الموضوع ده، غير مثلا الماده العلميه او الاجيال القديمه. الاجيال القديمه كانت يعني تقتصر دايما على الماده العلميه اكتر، والتكنولوجيا والنت والكلام ده كان بيبعدوا عنه شويه. لكن الجيل ده هو مميزاته ان هو عايز يعرف اكتر، عايز يتعلم، عايز يخلي بدل من مرحله التعليم مرحله التعلم بقى خلاص، فدي برضه حاجه من مميزاتهم. لكن هو عيوبهم بس عايزين الهدوء، عايزين يعني صبر، الصبر يصبر شويه. لا صبر منكم كمان. لا طبعا انتوا تبقوا صبورين جدا يعني، لازم الصفه دي تبقى عندنا، الصبر دي، عشان نعرف نستحمل بس كل عيوبهم ومعنى صح نستجوبهم برضه، نعرف هم عايزين ايه ومحتاجين ايه نقدر نقدمه لهم بس. لكن هو كجيل متفتح جدا ومتعلم وعايز يعرف اكثر. طيب احنا عندنا تقرير دلوقتي بنشوف راي الناس في سؤال سالته لكم قبل كده، علاقه المدرس بالطالب. وانا عايزه بقى منك انت رد من خلال تجربتك العمليه، لان انت كنت طالب طبعا في مرحله قبل كده. عايزه اعرف مقارنه هنا، بس خلينا نسمع من الناس الاول في التقرير وارجع لكم مره ثانيه. العلاقة بين المدرس والطالب المفروض تكون علاقة تربوية، والمدرس يحس ان الطالب ده هو ابنه، ويحس بأمال التلميذ ده وألامه، ويشوف عاوز ايه ويعمل له، والمفروض يعمل علاقة معاه يعني يبقى قدوة ليه. لابد يبقى فيه تقييم للمدرس اللي هيشتغل في عملية في مادة التدريس ايه هي. لابد يكون عنده مادة تربوية بحتة يستطيع من خلالها يصل الى غور الطفل الداخلي، اللي هو يستطيع من خلاله انه يجذب الطفل ويخليه يحب التعليم. المفروض طبعا يبقى في احترام متبادل، وطبعا المدرس الاحترام مش هيجي الا لما حتى الطالب يشوف ان المدرس نفسه، يعني المدرسين زمان كانوا قيمه. العلاقه المفروض تكون مبنيه على الاحترام، وان هي علاقه ابويه، وان المدرس ده هو الاب الثاني في المدرسه. العلاقه المفروض تبقى من نوعين، اولا علاقه تعليميه، ودي تقريبا يعني بتحكمها امور معينه، وفي مشكلات يعني، وفي علاقه اخرى اللي هي العلاقه التربويه. وبتختلف العلاقه التربويه على مراحل سن التلميذ، يعني النهارده لما المدرس يتعامل مع طالب في كيجي او ابتدائي واعدادي غير ثانوي، ويعامل معامله كانه ابنه، وياخده بالذات في المرحله الاولى الابتدائيه كانه ابنه الصغير، لانه لسه داخل مرحله جديده ما فهمش اي حاجه فيها، ياخده بالرحمه بلاش الضرب والعنف. بالنسبه في سنه اولى بيكره في الابتدائي، بيكره الطالب
في المدرسة. لابد أن يكون في العلاقة في حد ذاتها أي كان في المعاملات ما بين الطالب والمدرس تكون مبنية على الاحترام، وده أسس بتوصل لمراحل طيبة جدا في المجتمع. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حلقتنا مع موضوع علاقة المدرس مع الطالب وكل تفاصيل العملية التعليمية بمشاكلها. وهي على فكرة نقول إيه؟ نقول أساس تقدم المجتمع، بناء أجيال، بناء شخصية، كل اللي إحنا مش بنبالغ، خصوصا أن أنت بتدرس إعدادي وثانوي، فإحنا مهتمين قوي نعرف كل تفاصيلها لأن أنتوا في المطبخ بتاع العملية التعليمية. لكن عايز الأول أرجع بالسؤال اللي كنت بقوله لك، انت حاسس بفرق بين جيلكو كمدرسين وبين ايامك انت ما كنت طالب وليك المدرسين بتوعك؟ طبعا في فرق كبير، يعني طبعا الطالب دلوقتي عنده تفتح غير طبيعي للدنيا وعايز يعرف كل مجالات الحياه وكل التكنولوجيا الحديثه، كل ده عايز يعرفه. نظامنا احنا طبعا على ايامنا احنا كان طبعا كل الاقتصار عن المذاكره عن الماده العلميه، ازاي اجيب مجموع كبير عشان ايوه بس كان في بقى الاهتمام بالكتب طبعا وشراء الابحاث والمصادر ويبقى ليكوا مراجع ترجعوا لها، حتى الكتب بتتعبوا عشان تحصلوا على طبعا يعني حتى الكتب الخارجيه كناش فين وفين لما نرجع لها ولا حاجه، كان كل اقتصارنا على ازاي نذاكر ونبحث وازاي نجتهد عشان نجيب مجموع كبير ونخش الكليه اللي احنا عايزينها. لا دلوقتي طبعا الفرق اختلف خالص، يعني دلوقتي الطالب هو عايز يصل ويصل لهدفه ويبقى ناجح بس من غير الخلال بقى ايه، من غير التعب ومن غير كده، وعايز بس التكنولوجيا الحديثه مع النت مع مثلا شويه المعرفه اللي بياخدها من المعلم بتاعه. هو ده اقتصرت العمليه شويه على حاجات معينه غير الجيل القديم طبعا، يعني مع ان هو عنده ثوره معلومات بمعنى الكلمه. انتوا عارفين كده انتوا جيل يعتبر مرفه جدا، عندك كل الدنيا قدامك على الموبايل، لكن انت بتختار، مش انت بمعنى عمر، ايوه انت بمعنى الجيل بتاعك بيختار يلعب جيمز، بيختار ان هو ياخد الناحيه السلبيه بتاعت التكنولوجيا والتقدم الرهيب في المعلومات اللي متوفره عنده. بتبقى ترفيه وقت، بيبقى الوقت مثلا اللي هو مثلا انا اتخلقت من المذاكره دلوقتي او زهقت، فبتبقى ترفيه ليه او تسليه ليه. بس برضو بقت كل حاجه متاحه قدامه، يعني كل حاجه ناقص الاجتهاد بتاعه عشان ايه يوصل للهدف اللي هو عايزه. بس اغلبهم زي ما قال مستر اسلام ان اغلبهم بيبقى مش عايز يتعب، عايز كل حاجه تجيله من غير ما يجتهد او يوصل لحاجه. يعني التسهيل خلاكوا تطلبوا مزيد من السهوله والكسل. والكسل شويه ما قفلتش زي زمان. زمان كان الواحد زي ما قال مستر اسلام كان بيجتهد بيحاول يبذل اقصى جهده عشان يوصل لهدفه، لكن دلوقتي كل حاجه متاحه قدامه. ممكن كنا ناخد الست ساعات على المذاكره، يعني كنا نقعد فتره كبيره. لا دلوقتي الطالب ممكن ساعه ساعتين يزهق خلاص، ما هو مش عندوش حته الصبر دي. عشان كده كمان اسلوب التعليم حتى في الخارج يعني او في المدارس الخاصه هنا والمدارس الامريكيه وكل اسلوب التعليم مش معتمد على تحصيل كم من المعلومات والحفظ لا بقى بيبقى معتمد على البحث صح والبرزنتيشن، انك تقدم صح بحثك بطريقه والشخصيه وانت متميز في ايه، يعني الموضوع اختلف تماما. اختلف طبعا الاول بكتير، لكن احنا بنحاول نزرع فيهم حته الايه توصل للنجاح بتعب وجهد، ولازم تبقى عندك اصرار وصبر، ولازم في وقت فراغ ممكن تقعد شويه جيمز زي ما هو عايز، لكن في وقت يحتاج فيه انه يبقى عنده معرفه اكتر، يبحث يشوف هو ضعيف في ايه ويبحث عنه، محتاج منه جهد طبعا واصرار عشان يصل لنجاحه. ومحتاج منكم ان انتوا بقى تفضلوا توعوا على طول وتوجهوا على طول. لازم معلم وراه توعيه كبيره جدا لازم. أي. نقول برضه يا استاذ اسلام ان العمليه متكامله، يعني المدرس لما كان في الاجيال السابقه بياخد احترامه من الطالب كانت الدراما عليها عامل، كان بيطلع المدرس دايما في كل الاعمال الدراميه والاعلام والصحافه هو قدوه ومثل وليه احترامه. دلوقتي بنشوف في الدراما بتساعد على ان النظره للمدرس تبقى نظره قليله طبعا هو طبعا ودي دور مهم مفروض من التوعيه والاعلام طبعا، ان المعلم يبقى ليه قدوته وليه مكانته الكبيره في المجتمع، ليه احترامه، لان هو بيطلع الاجيال كلها، يعني هو اللي بيطلع الطبيب، هو اللي بيطلع القاضي، هو بيطلع المهندس، هو اللي بيطلع كل الاجيال.
أيوة. فنتمنى ان هو طبعا يبقى ليه قدوه ويظهر بدور احسن او بصوره احسن في الاعلام طبعا، وعشان حتى كمان الاولاد يحترموه ويقدروه يعني. وهو عليه عامل يعني، انتوا برضو لما بتتعاملوا قصه الدروس الخصوصيه برضو بتفرق نظره الطالب، ان انا كاني يعني خلاص انا ضامن المدرس تمام. مش محتاج احسن اسلوبي معاه، مش محتاج اسمع له، لان انا هاخد بقى انا باخد معاه درس خصوصي تمام. فهنا برضو ده فرق طبعا عشان موضوع الدروس الخصوصيه يعني، ده لوحده اصلا يعني خلى الطالب يعرف ان يبص للمعلم ان هو خلاص هو اللي هينجحني وهو اللي هيعمل كذا وهو بايده كل حاجه. فطبعا خلى برضو حته الدروس يعني نزلت شويه من مكانه المعلم عن سابقا طبعا. ايوه. لكن انت شخصيا بتتعامل ازاي مع قصه الدروس الخصوصيه وانها بتبقى ضغط احيانا على الاهل؟ يعني هل بتبص لها البصه الانسانيه دي؟ طبعا والله يعني بتحاول احيانا ان انت تتساهل. والله يعني هو كتر خيرهم طبعا اولياء الامور، لان بيبقى عليهم ضغط المدارس وضغط الاولاد وضغط كل شيء، فبقى فوق كمان والمعيشه الصعبه. فطبعا الدروس الخصوصيه لازم احنا من جوانا عندنا رحمه بيهم. مش لازم يعني خلاص اقف على الحاجه دي، لا اما بلاش او مثلا عامل الطالب معامله وحشه او نظره وحشه ليه. فطبعا لازم نراعي الحته دي عند ولي الامر. ممكن تتساهل يعني احيانا طبعا بعض الاهالي عندهم ظروف مثلا طبعا ظروفهم صعبه، مثلا واحد برضو اهله او مثلا والده متوفي ولا حاجه، لازم طبعا في الموضوع ده نراعي جدا الظروف. المهم قوي ان هو الطالب يحس بكده، يعني واحد زي ما انت بتقول عنده ظروف صعبه ايا كانت تمام، مفيش مانع احضر مع المجموعه تمام يعني، وهي مش هتفرق والله مع المعلم يعني. المعلم لو بص لها بنظره بسيطه هو في الاول في الاخر يعني، بالعكس دي الحاجه دي ربنا هيبعت لك ضعفها. ايوه. فلازم يبقى في حته الرحمه وحته ان الطالب ده يراعي كل ظروفه ويراعي كل حاجه من ناحيه الطالب وولي الامر طبعا. طيب عندك بقى هنا مشكله برضو يا عمر، بسمعها دايما مش عارفه تاثيرها عليكم ايه، العدد في الفصل وحجز الكرسي من قبلها او الدكه من قبلها وقصص كده، انا معرفش انتوا في اغلب الطلاب بيبقوا عاملين حسابهم اول ما يطلعوا الفصل يقعدوا ورا. دول بيبقوا اللي واخدين المدرسه تسليه، دول بيبقوا حاطين في دماغهم يقعدوا ورا. دي حاجه معروفه بيهم، ديت بتبقى في دماغهم عشان يقعدوا مع بعض، يقعدوا يتسالوا مع بعض ورا، يقعدوا ويرغوا والمدرس ما ياخدش باله. وفي ناس تانية بتقعد على ما هتلحق. بس هي المشكله فين؟ طريقه ان في ناس بتبقى نظرها ضعيف، وفين يعني طريقه مثلا الجلوس. يعني انا شخصيا بحب يا اما الديسك الاول يا الثاني عشان حتى النظره تبقى كويسه وابقى افهم اكتر، لانها كل ما ابقى قريب من المدرس بفهم اكتر. وفي مشكله في الطلاب كمان، مشكله الطلاب ان في اغلبهم قليل جدا بيبقوا مش عارفين يذاكروا ازاي، بيبقوا عايزين ينجحوا من جواهم بس مش عارفين الطريقه الصح اللي يذاكروا بيها. انت عارف امتى بتهيألي بيبقوا مش عارفين ذاكروا ازاي؟ والرد هنا الاستاذ اسلام طبعا، ده دور المعلم. لما دور المعلم، بس انا بتهيألي الاحساس ده بيجي لهم لما بيسيبوا المذاكره تتراكم عليهم، بيبقوا مش عارفين يبداوا منين. فعلا في نوعيات كتير جدا من الطلاب بيستنوا لغايه الامتحان باسبوعين او ثلاثه بالكتير، يقول انا هبدا اذاكر. فهو بيحس بالكم اللي عليه، مش عارف يبدا منين، هو فاته ثلاث ارباع السنه او كل السنه يعني، فحاسس ان المنهج كبير عليه. لكن هو منهج صغير جدا وسهل، ومنهج دلوقتي بقت سهله جدا بعد طبعا خففنا عن الطلاب كتير، فالحمد لله بقى المناهج بالنسبه لهم بقت سهله. لكن هو حته الكسل زي ما قلت لحضرتك اللي في الاول دي، هي اللي بتخلي عندهم ان الصعوبه في المناهج، مش عارف اتقبل كل الكم المعلومات ده كله، مش عارف الم الدنيا معايا. فطبعا دي بتبقى نوعيه بس بسيطه يعني مش كتير. ايوه. اكتريتهم بياخدوا الموضوع من جدام من اوله، لكن حته العدد دي بتبقى مش في المرحله الاعداديه عادي. ممكن في اعدادي يقعدوا في الاول في الثاني في الثالث، مش تفرق معاهم. انت فعلا يا عمر بتسيب المذاكره تتراكم عليك فبتبقى مش عارف تبدا منين؟ لا، ولا الفكره أنا... ان انت فعلا مش عارف طريقه المذاكره الصح؟ لا انا كشخصيا انا بحب اصلا ابدا قبل الدراسه بيومين، واحب انت شكلك طالب يعني يا عمر مقفل كل المواد مجموعه بتاع كل المواد. فوقت لما الاقي غلطت غلطه بصلحها. بس هي المشكله انا بغلط الاول. على فكره ده شيء طبيعي عادي، تعلم في السن بتاعك شيء طبيعي ان انت تغلط كتير، وما تخافش ما دام الغلط مقبول يعني، مش حاجه كبيره قوي، وما دام انت مش عارف، لان هو ده اللي بيخليك تكتسب خبره.
اي يعني انا بالذات في سنه ثالثه جبت مجموع وحش الترم الاول، ما كنت واخدها كسهل يعني، فعلا كان المواد سهله الترم الاول فواخدها كباقي السنين، فما كنتش عارف انها قويه قوي فزعلت جامد. فالترم الثاني خدتها بجديه وطبعا كنت مضغوط جدا، فلحد ما قفلت وجبت درجه كويسه جدا حتى داخل على التقفيل، فعوضت بقى استفدت من درسك ده، وكويس قوي ان انت استفدت قبل ما تدخل في المرحله الثانويه. طبعا ايوه طبعا، حتى لازم الواحد في الثانوي يهتم من البدايه، لان ممكن ياخدها اولى ثانوي وثانيه ثانوي، يجي في ثالثه ثانوي يعرف ان هو في حاجات في اولى وثانيه المفروض كان يذاكرها عشان ياخد عليها بسرعه. ايوه يعني في ناس بتستنى ايه اولى نقل وثانيه نقل نتسلى براحتنا، وفي حاجات كتير جدا مهمه بتفوت، ففي ثالثه يلاقي نفسه مجموع وحش جدا فما تدخلوش الكليه اللي هو عايزها. عموما مرحله ثانوي بقى عايزه تعامل مختلف تماما. طبعا عايزه جديه. من ضمن برضو الحاجات المهمه قوي اللي انتم ممكن تفيدوا بيها الطلبه مساله يذاكروا ازاي، مساله طبعا تنظيم الوقت واداره الوقت. طبعا لان الوقت مش المفروض كله يبقى تحصيل وعلم. هو لازم ياخد اجازته، لازم يرفه، لازم يلعب رياضه طبعا، ويشوف هو متميز في ايه. طبعا صح، هو طبعا لازم ينظم وقته، دي من مراحل النجاح او من عناصر النجاح، لازم ينظم وقته ويستثمر وقت فراغه. يعني حتى انا قاعد فاضي طب اعمل ايه؟ لا انا ممكن مثلا ابحث عن النت عن معلومه محتاجها من خلال برضو المنهج بتاعي، فلازم انظم وقتي واستثمر وقت فراغي عشان اعرف في الاخر الدنيا ما تتوهش مني معنى صح، واعرف لما اخر السنه واوصل ان الهدف اللي انا عايزه. معلش احنا بنطالبكم دايما بمجهود فائق طبعًا وتعب رهيب طبعًا، وان انتوا تبقوا دكاتره نفسيين للطلبه طبعًا، وان انتوا تبقوا اهل وقدوه ومعلومات وكمان تنميه بشريه احيانا طبعًا، علشان تعرفوا ان انتوا توجهوهم في حياتهم طبعا طبعا. وانا رايي ان دوركم من اصعب الادوار، اكثر مجهودا يعني. هي مهنه المعلم مهنه صعبه جدا يعني، هي محتاجه مجهود ومحتاجه توعيه ومحتاجه كاننا اب ليهم معنى صح، اب تاني ليهم، اب تاني ليهم طبعا طبعا. احنا بنشكركم على اللقاء ده، ونتمنى كل علاقه او كل مدرس يبقى علاقته كده بالطالب بتاعه علاقه فيها احترام طبعا، علاقه فيها في نفس الوقت صداقه طبعا، علاقه انسانيه. بشكرك يا عمر، واستمر على التفوق بتاعك والجديه بتاعتك، ما شاء الله ذكي وشكلك شاطر. وبنشكر استاذ اسلام، شكرا ليك، الله يخلي حضرتك. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا، والقائنا الاسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقه جديده من لقاء الاجيال.